تشكل ورش الصيانة المتناثرة بفوضوية كبيرة في مناطق الصناعية، طبعا صناعية السيارات، أهمية بالغة بيد أن الكثير يشتكي من ارتفاع أسعار الصيانة في الورش، ما أسموه بالجشع الذي يلاقيك هروبا من أسعار تصليح في الوكالات والتي تفتقد للضبط. من جهة أخرى أيضا دعا مواطنون إلى ضبط أسعار وعملية الصيانة في ورش السيارات بشروط وضوابط تشمل التأهيل والخبرة، حيث يحتوي السوق ورش وفنيين بلا شهادات، مما يؤثر سلبا على إصلاح السيارات بطرق عشوائية وعلى حسب توقع الفني، التي طبعا هذه التوقعات التي قد تصيب وتخيب أيضا أحيانا. مقادير يا قلبي العنا، مقادير وش ذنبي أنا، مقادير يا قلبي العنا، مقادير وش ذنبي أنا، مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا، مقادير وتمضي حياتي، مشاوير واتمنى الهنا، مقادير وتمضي حياتي، مشاوير واتمنى الهنا، مقادير. للحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ حمد القاضي، الضيف العزيز والغالي علينا دائما في الراصد. حياك الله أستاذ حمد. يا أهلا وسهلا وشكرا لكم، شكرا على طرح هذا الموضوع اللي يهم الناس الحقيقة. بالتأكيد يعني فعلا الحال فرش السيارات فوضوية إلى درجة أنه صار الوضع مقادير، أنت وحظك. مناسبة هذه مع المشاهد اللي ده. شوف المشهد صيانة السيارات أنا أختزله يعني بعنوان أو منشط، من يعني تتعطل سيارته هو بين نار الوكالات وبين رمضاء الورش. نار الوكالات بأسعارها الفلكية العجيبة جدا، يعني والله أنا بتويتر وسأستعرض بعضها، يعني شكوى يعني أحد الإخوان يقول أنه أنا رحت الوكالة قالوا ب10,000 ورحت الورش صلحت السيارة ب2,200، يعني فرق شاسع. أحد الإخوان من الزملاء وأنا جالسين بالاستراحة قال نعم عندي سيارة حادث وطلبت الوكالة قال 34,000 تصليحها، وصلحتها في دولة خليجية ب22,000. فرق في الوكالة في الدولة الخليجية والله ما أدري، لا نعتقد بالوكالة يمكن إلا إلا لا لا ما تقدر الورش، أنت حظك ما تدري شو يصير. فهذا من ناحية الوكالات. من ناحية الورش الفوضى أكثر، يعني بعض الفنيين لا أقول كلهم يتعلمون الحلاقة بروس اليتامى، يتعلمون صيانة السيارات بسياراتنا، وبعضهم يخربون أكثر ما يصلحون، وسنأتي للعلاج. أو أنه اختلاف الأسعار بشكل عجيب. أحد اليوم المغردين يقول أنا صار عندي عطل بالسيارة، رحت 3 ورش، يقول ورشة قالت ب850، ورشة قال 1750، ورشة ب2,250، فارق كبير يعني الحقيقة. والإشكالية سي عبد الله أني أنا وأنت ما ندري، يعني ما عندنا خبرة نعطي السيارة ولا كأمانة صحيح. ولا ندري تصلح اليوم وتخرب، فهي قضية إشكالية كبيرة ولها انعكاسات خطيرة، لأنه ما فيها لعب والله السيارات. كيف؟ أقول ما فيها لعب، يعني هذا أمر يهدد حياتك. نعم حتى إذا كانت الصيانة غير جيدة، الفرامل وغيرها، عاد هذه تيجي ناحية السلامة وسلامة الناس الآخرين بعدها، فهي ذات أضلاع متعددة يعني. بس الفكرة الأساسية أستاذ حمد أنها مشكلة تدفع إلى مشكلة في البداية. أسعار السيارات يعني أنا أيضا من خلال تجارب اللي يعرف أن سعر الوكالة في دولة خليجية أقل من سعرها داخل المملكة العربية السعودية، بل أنه طلب بعض قطع الغيار من الشركة الأم في الدولة مع الاستيراد أقل تكلفة من سعر الوكالة. لماذا؟ لماذا؟ هنا الآن نطرح السؤال وزارة التجارة. أيضا أمر آخر، مغردة حمزة حتقول أنه عندما ما تكون القطعة الغيار موجودة، ما عليش مين موجودة،
تظل مدة طويلة لا تأتي بها الوكالة هنا، تأتي بها من دبي أو من بلد آخر، وتتعطل السيارة وتعطل صاحبها الحقيقة. فأيضا لماذا يعني هم الآن يأخذون يعني ملايين؟ يفترض القطع متوفرة اللي في حالات نادرة، لكنه لا يأتون بالقطع، أو بعضهم، لا أقول كلهم، لا يأتون ببعض القطع إلا عندما يطلبها أو تحتاج السيارة، ويتعطل الحقيقة، يبدأ يأخذ التكاسي، تعطل مصالحه. فالقطع الغيار بعد ترى إشكالية. نعم، المفترض أن الوكالات هي من تتحمل هذا التعطل بالنسبة للمستهلك أستاذ حمد. بلى نعم، هو اللي يفترض. أيضا أحد المغردين قال أنه منحة تنظيم الورش، المهندس ناصر الطويرقي يقول أنه يفترض أنه يكون شركات تعاونية للناس، وتفتح ورش على مستوى جيد وتسهل مراقبتها. هالحين العجيب يا أخي، لا يوجد أكثر من ورش السيارات مثل الهم على القلب في تقريبا مدن المملكة كلها. عادة والعادة الاقتصادية تقول إذا كثر العرض قلت الأسعار، ما لم نلاحظ قلة الأسعار، العكس تزداد. وترى صاحب هذا السيارة خلال بالمنافسة، ها كيف أقول، هذا إخلال بالمنافسة. نعم هذا إخلال. نرجو إن شاء الله هيئة المنافسة تنظر الأمر، وتجد الإنسان مضطر يريد تصلح سيارته، ما يستطيع يجلس بدون سيارة، ولا يستطيع يأخذ تاكسي أو كريم أو أوبر أو غيره الحقيقة. فهي إشكالية تحتاج، وربما في آخر الحلقة نطرح أو ما نجتهد فيه من حلول الجهات. أستاذ حمد، خلينا نروح للجهات اللي المفترض تنظم هذا السوق والأدوار. جميل. أيضا جميل. نعم، برأيك جهتان. وزارة التجارة عليه دور كبير في الواقع بمراقبة هذه الورش من ناحية أسعارها، من ناحية الوكالات وتأمين القطع وبوقت مناسب وسعر مناسب، والقطع الغير المقلدة الحقيقة. بينما أنا والله أنا أقول لا تلغى المقلدة، وتستغر لماذا؟ ليش؟ أقول لك قطعة غيار صغيرة بالوكالة بـ 4000 وتحصلها بـ 400 300 المقلدة. بعض يضطرون، صعب يعني فرق كبير، إلا إذا حددت الأسعار بشكل بنسبة ربح معينة. نعم، أو البيع بالسعر المنطقي. نعم، يعني احنا كما استعرضنا يعني اسواق قريبه منا تبيعها باشكال منطقيه. نعم نعم، قاعد تنباع كذا في المملكه. احد المغردين يقول، والله غريب، يقول انه يعني فهد الشرهان يقول انه المقلد تاتي ب 250 والاصلي في الوكاله ب 650، وصدقني يا فلان انها سعرها لا يزيد عن 50 ريال تكلفتها، يعني 1000%، يعني شيء غريب يعني الزيادات. فاحنا يعني الاصلي يجب يكون بسعر جيد، ما نقول لا، لكن ومن حق الوكالة تربح، لكن المبالغات الكبيره بشكل هي كبير اللي تدفع الناس. يا اخي، والاقتصاد الحر وفتح المجال للورش هذا جيد، وهذا نحن نؤمن به، لكن هذا لا يتقاطع من ضبط الأمور وضبط الوكالات أو الورش. أنت تقول للجهة الأخرى، الجهة الأخرى تتعلق بالفنيين الذين يعملون بهذه الورش، وكثير من المغردين قالوا أنه الآن يتعلمون فينا، كما أشرت سابقا، تجده يأتي لا عنده تأهيل لا عنده خبرة، يجلس مع الفني ويتعلم سيارتي وسيارك وسيارة الآخرين الصيانة. هنا دور مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني، ألا يأتي فني يعمل بهذه الورش إلا لديه شهادة ورخصة عمل. اما نترك حتى ترى الاقتصاد يعني فيه ضرر على الاقتصاد الوطني، عندما السياره قيمتها 8000 7000 ثم ياتي فني او يدعي انه فني ويصون السياره، يقول يصون السياره وهو يخربها، في يرمي السياره هذه. فهي في تقدير المساله كبيره، يجب ان لا تترك ورش السيارات، تحتاج الى تنظيم من جهتين مهمتين، اللي هي وزاره التجاره. نعم، كما أشرنا، من ناحية الأسعار ومن ناحية القطع الغيار سواء المقلدة أو الأصلية، ومن ناحية مؤسسة التعليم والتدريب المهني. أما أن تترك الأمور بهذا الشكل، والله يعني فوضى حقيقة. يعني أنا اللي أفهم من
الحلول اللي تطرحها انه يجب انه يكون هناك تشريعات ضوابط نعم. ايضا رقابه على هذه السوق. نعم هذه الان مفقوده يجي فني والله ما فني هل عنده خبره؟ هل كم عنده سنه؟ هل عنده التاهيل؟ اما ياتي من الباب للطاقه ويشتغل الحقيقه وقلت لك يعني والله يعني من تتعطل سيارته مثل ما يقول ان راح للوكاله راح للقوم وان راح للورش راح للسرية. خلينا نستفيد من خبرك استاذ حمد واطرح عليك تفضل حالات شخص انا اطلعت عليها تفضل راح بيغير فحمات الفرامل تفضل في الوكاله قالوا له 4000 ريال سيارته فارهه ايوه راح للورش قالوا له 600 ريال فرق وقال فحمات امر بسيط أيوة. ركبها في الورشه طال عمرك أيوة. طلع من الورشه في نص الطريق يضرب فرامل ما تمسك الفرامل وتسببت له بحادث امانه الله اليوم الشخص هذا ما يدري حقه وين اساسا ممكن ياخذه اي جهه اللي راجعها فعلا والله ما يدري اي جهه قلت انا من يوم ما نرى الوكالات او رمضاء الورش أيه. حقيقه والله يهج من القوم ويطيح في السريه هذا هج من الوكاله واسعارها الفلكيه يلام لا طلع من الوكاله وهو مطلوب منه 4000 ولقاه في الورش ب 600 ريال يلام انه يبحث عن الحل الثاني يعني والله هذه تتعب الجيوب يعني نعم. حقيقه فوق التصور ف أنا أدعو عبر برنامجكم وسبق دعوت في مقال وفي تغريدة إنه وزارة التجارة ومؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني التدخل في تنظيم صيانة السيارات سواء بالورش أو في الوكالات كلها يعني كلها تحتاج تنظيم يعني بس لأن المواطن والله أو ما هو اللي تتعطل سيارته ضعيف في هذا يريد تصلح سيارته لا يريد يتأخر عنده أولاد يوديهم مدارس عنده عمل يذهب إليه عنده يعني الآن بعد دخلت المرأة تقود السيارة عاد يمكن يضعفون السير عليها لأن لا تستطيع أن ما عندها الخبرة في السيارة نعم نعم ولا لا عندها خبرة وممكن صعب تروح مع أي تاكسي وكذا يمكن تقود سيارتها فأرجو أنه نقطة مهمة أنت ذكرت التدريب التقني والمهني نعم شبابنا توطين ورش السيارات يعني أنا أذكر واحد من الشباب يعني له في العمل في قطاع طبعا ورش السيارات ويعرف صديق له يمارس هذه المهنة وعنده ورشته كان يتكلم أستاذ حمد أنه دخله صافي ربحه شهريا وهو الحالة في الورشة ولا يشتغل على ساعات طويلة 50000 ريال يعني احنا نتحدث عن ذهب في القطاع هذا اذا انت الان فتحت افق جديد انا اريد هدف صندوق الموارد البشريه والجهات الاخرى ان تعلن عن تيسيرات ودعم لشبابنا الفني يتخرج والان من معاهد التعليم الفني والتدريب المهني مع الاسف لا يمارسون الاعمال وربما لا يستطيع يفتح ورشه يريد كذا لما يجي التشجيع فهذه فرصه يعني والله ذهب ورش السيارات ومع الاسف اغلب من يعمل فيها وافدين واحيانا ممكن مخالفين ايضا ربما أيه؟ يعني هي القضيه متشابكه والمشهد يحتاج الى فعلا مراجعه ومراقبه وفتح افاق اخرى لابناء الوطن ليفتحوا ورش بدعمهم وبنفس الوقت طبعا يراقبون وبعدين حتى يا اخي الاسعار مثلا الوكالات المراقبه ميسره جدا الفسحة الجمركية كم دخلت السيارة كم دخلت القطعة الغيار كم توجد بالدول الأخرى ما تحتاج يعني ليس فيها سر نووي عشان تعرف كيف تعالج الأسعار بالطبع. فالمسؤولية حقيقة على وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة التعليم الفني لينظروا في هذه الإشكالية ويريحوا الناس الحقيقة ليجدوا صيانة جيدة ولا لا سمح الله توصل السيارة ثم يصير فيها عطل وربما تحصل حوادث أو إنه استغلال للناس وأحيانا ترى أستاذ حمد مو بس السعر في الوكالات اللي يدفع الناس إنه تروح لها الورش أحيانا أيضا المواعيد وطولها يعني واحد يبغى يصلح شغلة بسيارته في الوكالة يقولون والله بعد شهر أو شهرين ما راح ينتظر نعم سيارته ويتعطل فعلا لماذا لا يعني يأتون بفني أكثر وجزء حتى على فكرة حتى يجب مراقبة الأجهزة الموجودة الأجهزة الصيانة في الورش وفي الوكالة تراقب إذا بعد أتى بأجهزة مقلدة هذه تخرب السيارات لها عدة أبعاد وإشكاليات لكن لعل إحنا قرأنا الجرس وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يعني هل التفاصيل المهمة حول هذه المشكلة ونقلك لما يعانيه بكل تأكيد الناس من هذه الفوضوية بالنسبة لورش السيارات أنه يكون هناك تحركات ونرجع بإذن الله نطرح هذا الموضوع بشكل أوسع إن شاء الله. شكرا دائما وأبدا لحضورك الجميل وأشكر لكم طبعا الأستاذ حمد القاضي الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشورى سابقا شكرا أستاذ حمد شكرا لكم نسرة البرنامج.